التواصل يستمر بكم مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى، نرحب بكل الحضور، نرحب أيضا بمن شارك بهذا الصباح المتميز، نرحب أيضا بكل من حضر هنا للمتابعة وللمراقبة والمشاركة بهذا الصباح بالانطلاقات الصباحية الجميلة. مشاهدينا الكرام، بهذه اللحظات ينطلق شوطنا الثاني عشر والشوط الختام، ختام الأشواط الصباحية مشاهدين، ونذكر عناية المتابعين بأن انطلاقة الغد هناك لفئة لقاية سوف تكون في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مشاهدين الكرام، نسير مع انطلاقة هذا الشوط ونتابع الأسماء المنطلقة والشعارات المندفعة في هذا الشوط الرائع والتحديات الجميلة. المركز الأول طوع طوع على المركز الأول، تنطلق للسيد محمد بن عبيد، أبو ضبيعة يتقدم مع طوع على المركز الأول، تنطلق بأوامر محمد بن عبيد أبو ضبيعة وطوع ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني مشاهدين الكرام تتواجد الطاغية للسيد علي بن سعيد بن سالم العويسي، والمركز أول السيد محمد بن خميس بن هندي المهيري، بينما المركز الثالث مشاهدين الكرام التواجد من الكورة للسيد راشد بن علي بن راشد بن كليب. المركز الرابع، المركز الرابع زعفران للسيد عبد الله بن علي بن رشيد، بينما المركز الخامس والدخول والتسلل بهذه اللحظات علي بن محمود بن رضا أيضا يتقدم من الجانب الآخر إلى المركز الرابع. انتقل إلى المركز الخامس وأتابع بنت الأسد لغدير بن سعيد بن غدير الكتبي، يقدم بنت الأسد على خامس المراكز. المركز السادس مشاهدين الكرام الكورة راشد بن علي بن راشد يتقدم أيضا هناك على المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع مشاهدينا الكرام أيضا الوصول من منصورة ثاني بن شاهد بن خليفة المري يتقدم. الله، واختلط الحافل بالنابل، تقدمت الأسماء وتقدمت هذه الشعارات، ولكن لنا عودة مع مقدمة الشوط مع الصدارة ومع المركز الأول. متابعينا الكرام التواجد هنا مسجل عندنا لعلي بن سعيد بن سالم العويسي، ولكن بالركاض يقول شعار من هندي، ولكن مشاهدينا الكرام المركز الأول هناك على البداية شعار بن هندي يتقدم إلى المركز الأول هناك مع الشاهنية. المركز الثاني والتواجد من زعفرانة، زعفرانة على عبد الله بن علي بن رشيد يأتينا بزعفرانة على المركز الثاني، وأتابع المركز الثالث وأتابع الدخول والتحدي والتقدم. المركز الثالث منصورة ثاني بن شاهين بن خليفة بن مرر يتقدم إلى المركز الثاني، ولكن الدخول قمة تقدمت إلى المركز الثالث. راشد بن مهير بن سعيد بن محمد الكتبي يتقدم مع قمة على المركز الثالث، وما يبنى لها طاري، ولكن مشاهدينا الكرام العويسي على مقدمة الشوط، الطاغية الطاغية علي بن سعيد بن سالم العويسي. الله يا العويسي، روح يا أبو سعيد إلى مقدمة الشوط مع ال 500 متر الأخيرة في شوط الختام، ختام الأشواط الصباحية، ولكن التغيير والهجوم والاندفاع على المركز الأول بهذه اللحظات. قمة على المركز الأول، في قمة المنافسة، في قمة التحدي، في أول المراكز. الله يا سلام، قمة مشاهدي الكرام. راشد بن مهير بن سعيد بن محمد بن مهير بن الكتبي يتقدم مع قمة على المركز الأول. المركز الثاني الطاغية علي بن سعيد بن سالم العويسي، بينما المركز الثالث منصورة، ولكن مشاهدي الكرام التحدي والمسافة انتهت بهذه اللحظات. مشاهدينا الكرام لحظات الفوز مع قمة إذا في المركز الأول في قمة المنافسة. تهانينا مشاهدينا الكرام للسيد راشد بن مهير بن سعيد بن محمد الكتبي على فوز قمة بالمركز الأول في شوط الختام. المركز الثاني العويسي، المركز الثالث ثاني بن شاهين، المركز الرابع بن معدن، المركز الخامس بن رشيد. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط. تهانينا لجميع الفائزين معنا بالأشواط الصباحية. تهانينا والناموس.